ده كان تقديم ميسي وبوسكيتس في انتر ميامي الامريكي. كمان بنتكلم على برشلونه النهارده، نادي برشلونه بيقدم نجمه الجديد جوندوجان اتقدم النهارده في مؤتمر صحفي طبعا بعد رحيله عن السيتي. كمان جوندوجان قال ان جارديولا لم يستطع يعني اقناعي بالبقاء لان قراري كان واضح، ويعني هو بيقول ان احنا تعرفنا انا وبيب جارديولا منذ 7 سنوات وهو متفهم او بنفهم بعض بمجرد النظر، وهو كان اول شخص الحقيقه اتصلت بيه لابلاغه بقرار الرحيل الى برشلونه. جوندوجان كمان قال ان هدفه هي مساعده برشلونه واللعيبه الشباب، عارفين حضراتكم في جزء كبير من اللعيبه الشباب صغار السن في برشلونه. جوندوجان بيقول ان احنا اللعيب الشباب ده من هدفي ان انا بساعد الفريق وكمان بنقل خبراتي لهؤلاء اللاعبين، لا سيما على مستوى دوري الابطال وعلى بعد التتويج طبعا تتويج بعد ما توج مع السيتي بالتشامبيونز ليج. ويمكن اتسال عن دور زميله السابق في بوروسيا دورتموند طبعا ونجم برشلونه ليفاندوفسكي. الراجل قال هل يعني كان حد ساله هل هو ليفا اقنعك بالقدوم لنادي برشلونه؟ جوندوجان قال تحدثت بعد المباراه الوديه الاخيره، ويعني وعندما تحدثنا عن برشلونه وحياه ليفاندوفسكي هناك كانت يعني عينيه بتلمع بمعنى اصح، وهو ما ادهشني، يعني كان مجرد يعني ردود افعال ليفاندوفسكي لما عرف ان جوندوجان هيروح هناك كانت ايجابيه جدا. رغم كده كان نفى طبعا جوندوجان يعني تاثير ليفا او ليفاندوفسكي على قراره بالرحيل، وقال ما قاله ليفا لم يكن وراء اقناعي، يعني هو ما كانش السبب في اقناعي للوجود في برشلونه. على لسان جوندوجان قال لانني كنت مقتنع بالفعل من البدايه، ولكن كان من الرائع رؤيه ليفا سعيد في هذا النادي. طيب ده